وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال سنة كاملة خصصت استراتيجية كاملة للطلبة في السنوات في أطوارها النهائية لإعداد مشاريع تخرج في شكل مؤسسات ناشئة ومؤسسات مصغرة، وهذا تم خضع عنه أزيد من 280 مشروع حاز على لابل مشروع مبتكر، وكذلك بعض المشاريع حولت إلى مؤسسات ناشئة، ومنها كذلك أكثر من 700 مشروع هو موجه نحو المؤسسات المصغرة. يعني اللجنة الوطنية لمنح العلامة علامة المؤسسة يعني سجل تقريبا ما يفوق 5000 طالب علامة، وتم الحصول أو ما يقارب 2000 شخص تمكنوا من الحصول على علامة مؤسسة مصغرة. تحسيس الطلبة من أجل تحسيس كذلك الأساتذة بطرح مواضيع، لأن هذه هي الفترة، فترة شهر نوفمبر تكون فيها انعقاد اللجان العلمية التي تؤكد مواضيع الماستر ومواضيع الدكتوراه، التي نطلب من الأساتذة أن تكون في إطار مشاريع لها علاقة مباشرة بالاقتصاد. بروجي سور اون بلاتفورم جوريديك، منصة قانونية راح تقدم خدمات مختلفة، منها خدمات قانونية ومنها خدمات تعمل على تطوير القانون. عندنا بارتي تاع الانتيجنس ارتيفيسيال، هاد لاكاس تاع الانتيجنس ارتيفيسيال راح تتمكن من خلالها شرح النصوص القانونية. بون لو بروجي تاعنا il était développé parce qu'on a un problématique في le marché. On a 17 millions par exemple de brebis. Ou les 17 millions de brebis, le développement, le nombre, il est insuffisant, 1% flamme. Donc on a essayé de créer une solution. La solution, c'est d'orienter le sexe. Donc on a le côté sur les femelles. Par exemple, les races qui en voient disparition, on a un كتروش دوكو، ولي راس اللي عندنا كيما ولاد جلال سون نومبروز. حنا نخدموا على لو مال، علاش؟ باسكو بور لا برودكسيون دو فيوند. المشروع عباره عن تطبيق الكتروني يستهدف التجار رجال الاعمال المصدرين والمستوردين، عباره عن تطبيق خدماتي في مجال التجاره ورياده الاعمال سواء على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. هذا التطبيق عباره عن تطبيق يهدف الى التنميه المحليه وتوجه تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو السوق الخارجيه.